السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مع بعض نرسم بيت صغير ونحط فيه قبة. أقول له هنا وول وأبدأ أرسم الوول بتاعتي، وليكن مثلا أحيات. طيب لو أنا عايز أغير شكل الحيطة ديت أعمل عليها سيلكت، وبعد كده أقول له إيديت بروفايل وأبدأ أغير الشكل بتاعي. يعني ممكن الشكل ده أخليه واخد كيرف مثلا أو كده. ممكن مثلا اجي هنا اروح اعمل بالشكل دوت. واروح اقول له مثلا عايز ارك، بالشكل دوت. واقول له مثلا عايز اعمل له ميرور، تيجي معايا بالشكل دوت. ممكن بقى اخده كده كوبي مثلا من هنا لهنا، وممكن بدل كوبي تقول له اري. امر اري شغال كوبي، هتقول له مثلا عايزه مسافة قد كده، تقول له كوبي تاني مثلا من هنا لهنا، وتفعل كونسترين نمبر تيبل بحيث تكرره بالشكل دوت. طيب هتيجي توافق هيجيب لك رسالة خطأ. ليه رسالة الخطأ ديت؟ لأن المفروض دي فراغات. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ إن هنا الخطوط دي مش كاملة، تمام؟ طيب ممكن نحلها بأكثر من طريقة. ممكن مثلا لو أنت جيت كده وقفلت الشكل دوت وطلعتها سنة صغيرة كده، تمام؟ وعملت دي تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، خلاص هيعتبر إن ده خط او شكل خارجي وده اوبننج فيه، فهيوافق عليه بدون اي مشاكل خالص. فده يعتبر كده كنوع مثلا من الشباك. او حاجه تانية يعني دي هتنفع ما فيهاش اي مشاكل خالص، او ان انا هقول له هنا اعمل لي قط هنا وهنا 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 وهنا، تمام؟ واقول له ترم من هنا لهنا بالشكل دوت. تمام كده بقى الخط اهو كامل، تمام. هقول له موافق، هيروح قافل الشكل بالمنظر اللي انت شايفينه دوت، تمام. طيب انا عايز اعمل شكل جمالي كده في الحتة اللي فوق ديت، فهدخل جوه السكشن، تمام. خليني اقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس، وخليها مثلا نوعها حائط، اوكي، تمام. طيب انا الحاجة اللي انا هرسمها فين؟ هقول له سيت، واقول له بيك ابلان، واقول له انا عايز ارسم على الحيطه ديت. طيب هقول له بقى انا عايزك ترسمها لي على هيئه سويب. يعني ايه سويب؟ يعني هبدا اعمل لك شكل واديك البروفايل، والبروفايل ده يمشي على الشكل بتاعي. طب ازاي؟ طيب هقول له سكتش باص، هبدا اعمل الباص بتاعي مثلا اهوت، تمام اهو، وتبدا مثلا تيجي لحد هنا، وتروح مثلا خليها بدل الخط ده نرسمها مثلا على هيئه قوس مثلا، تمام. مثلا من هنا لهنا قوس كده بالشكل دوت، تمام. وممكن تعمل قوس تاني هنا وقوس آخر، وممكن تكرر الشكل. يعني ممكن تروح واخد كوبي ترسم قوس واحد وتبدأ تكرر الشكل. وتروح قايل له لحد هنا. ممكن تخليها بالشكل دوت او ترسمها على هيئة خط. طيب انا كده رسمت له الخط اللي هيمشي عليه. طيب ناقص بقى ان انا اديله بروفايل، فبيقول لي ابدا ارسم بروفايل مثلا في ليفل 1. طيب هتبدا نرسم البروفايل مع بعض. خلينا مثلا نتخيله ان هو هيبقى بالشكل ده كده، واقول له ارسم لي القوس مثلا حاجه بالشكل دوت. وبعد كده الشكل دوت، وبعد كده اقول له موافق وموافق، ونيجي نشوف في 3D هيطلع معايا حاجة بالشكل ده.
تقدر ترسم اي شكل انت عايزه. طيب خلينا بقى نرسم السقف بتاعنا. اجي هنا واقول له انا عايز ارسم الاركتكشر فلور او روف زي ما انت عايز اهوت، وهبدأ اقول له اخليها على ليفل 2 من هنا لهنا. هيظهر معايا بالشكل دوت. طيب ده مرسوم على الفوتينج، لا انا عايز ليفل 2 دوت. طيب بعد كده عايز ابدأ ارسم زي اوب. هنا في اكتر من طريقة ان انت ترسم اوبا، ممكن ترسم ماس دائري، ممكن ترسم حاجات كتيرة. خلينا نيجي هنا ليفل 1 تمام، وهبدأ ارسم جريد او ارسم ريفرنس بلين، حاجة بس ايه تسهل عليا الشغل بتاعي. خلينا اجي هنا اسمي ده 1 واسمي ده 2، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم كومبوننت موديل ان بليس، واقول له دي خليها فلور مثلا. اوكي. ممكن ابدا ارسم ايه، ممكن اقول له انا عايز ارسم الفولفينج، يعني هرسم حاجه وتلف حوالين نقطه معينه. اقول له ست، واقول له انا عايزها ترسم على على ريفرنس بلان 1. فبيقول لي لازم تختار يا اما النورث يا اما الساوث عشان ترسم فيه. طيب هاجي هنا وهبدأ أرسم شكل معين هو يبدأ يلف حواليه تمام. على سبيل المثال مثلا من هنا أهو تمام. طيب خلينا نبص كده، أقول له الأكس لاين بتاعي أهو وأقول له أوكي. طيب بيقول لي لازم يكون في كلوز لوب. طيب أجي هنا أقول له لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا واقول له موافق. طيب اهو رسمنا القبه. رسمنا القبه جميله جميله. مقتنع مقتنع. طيب خلاني كده تمام، وهقول له انا عايز اعمل اديت للقبه ديت تمام. طيب اقول له انا عايز اعمل اديت للريكورد ده. طيب ما هو كده رسمها. طيب ممكن نقول له ايه، انا عايزين هنا دي كده كاملة. طيب انا ممكن مش عايزها كاملة، انا عايز اقول له اعملها لي اوفست مثلا 200، او حتى خليها مثلا 20 مثلا، كأنها مجوفة مثلا تمام. طيب وخلينا نوصل، توصل من هنا لهنا وتوصل من هنا لهنا وتقول له اوكي، هيروح عامل لك بالشكل دوت تمام. تمام ماشي. اقول له اديت الفولف تاني تمام، واقول له انا عايز ارسم الخط ده هيطلع لفوق كده شويه تمام، واقول له انا عايز ارسم قوس من هنا لهنا بالشكل دوت زي ما انت عايز، اشكال لا نهائيه تمام، محدش يقدر يقول لك غلط ولا حاجة. ارسم بقى الشكل اللي انت عايزه، ابدأ بقى غير في شوية كده مثلا حسب الشكل اللي انت عايزه، المهم يكون الشكل مغلق تمام. كده احنا رسمنا ايه، حاجة بالشكل ده تقدر تعملها بالشكل ده، وبعد كده بقى تعدل في الماتيريال زي ما انت عايز، عايز توصل للشكل اللي انت محتاجه، كبر حدي شوية صغر دي شوية براحتك.